انا دلوقتي خلصت لبس، اما اروح بقى اشوف سهرة خلصت ولا لسه. دلوقتي ما لبستيش ليه؟ يعني متأخرين جدا. عشان مش عاوزة بصراحة اروح النهاردة الشغل، خلاص خليني اجازة النهاردة. طيب ماشي، هروح انا بقى. تمام، اخيرا انا كده هعرف اعمل الخطة بتاعتي. تمام، جاهزة. أنا دلوقتي ناقصني بس أروح أجيب الحاجات والمعدات وكل حاجة هستخدمها النهاردة وأكون كده تمام. ونسيت أجيب الفستان كمان. تمام، لازم أخلص الموضوع ده بأسرع وقت ممكن عشان أول ما يجي تكون المفاجأة جاهزة. اما ارص بقى الحاجات اللي انا جبتها هظبطها وهعمل زينة جميلة جدا ويا رب تعجبني. هو ده المطلوب، ده اللي انا كنت عاوزة منه. يبقى كده حلو، شكل جميل جدا، وكمان هو اكيد هيعرف بقى اول ما يشوف. انا مبسوطة جدا، متحمسة قوي انه يجي. بيجي بسرعة، واكيد انتوا كمان مش فاهمين ايه اللي بيجرى. هتعرفوا ده كمان شوية. حقيقي شفت بقى ايه؟ مبسطتش ازاي؟ يعني مبسطتش؟ انا اسعد انسان في الدنيا دلوقتي. ايه رأيك بقى بالناس الحلوة دي؟ تيجي اوديكي الملاهي؟ فكرة حلوة جدا، وانا اصلا زمان ما روحتش الملاهي. يلا بينا.